كما أبدى حسام البدري المدير الفني للأهلي تمسكه بالاستمرار على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر رغم تلقيه أكثر من عرض مغر للرحيل خلال الساعات الماضية من أندية خليجية وعربية، حيث كشفت مصادر داخل النادي أن البدري تلقى عروضا مؤخرا جيدة من الناحية المادية، إلا أنه رفض الرحيل عن القلعة الحمراء. وأكد المدير الفني أن تركيزه الحالي منصب على مباراة النجم الساحلي المقبلة في إياب دور نصف النهائي لدوري أبطال إفريقيا، وأنه يسعى للحصول على البطولة والمشاركة في مونديال الأندية المقبل.